السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ عساكم بخير، معكم فهد أو فوزي. اليوم رجعنا لكم ماب جديد، ماب ذا وولز، معي أخوي حمود هلو فهد بلز جيم. هلا طبعا معنا الشباب، أكثر الشباب معنا ملحوس وتويز ومستر لولي وفراس وسراب. طبعا هذا الماب فيه أربع تيمز، الحين نشرح لكم ايش سالفة الماب بس دقيقة. بس بشرح بقول من التيمز. ملحوس مع لولي، تويز الحالة، فراس مع سراب، وانا وحمود. ف ف أربع فرقات. كيف كي بتشرح انت ولا انا اشرح؟ راح اشرح السريع. طبعا كل فريق في جهة، كل جهة مسكوكة من بالساند، فكل الجهات متشابهة في كل شيء، فيها نفس الموارد، فيها كل شيء. طبعا كلنا عندنا 35 دقيقة نجمع موارد ونسوي لنا أسلحة وأرمر، أي شيء نبي، ترابس، أي شيء نبي نسوي نقدر نسوي فيها 35 دقيقة. بعد ال 35 دقيقة راح يشتغل البستنز ينزل السنت او ينزل الول، ونقدر نروح يصير بي في بي، فيصير ضرب، لازم كل واحد يذبح الثاني، الفريق اللي يتم في النهاية يفوز او الشخص اللي يتم في النهاية يفوز. ف يعني هاي مغزى اللعبة باختصار، لكن راح يطول شوي. ف اصفر لحظة، ما اللي دخل؟ ترى احنا نسجل فالحين ان شاء الله راح نبتدي، الشباب مستعجلين وفوزي هو الهوست فقاعدين نتي شوف كلهم اخضر ما عدا لولي وتويز وحمود، عشان حمود عشان في البحرين معذور، لكن ايه بس تويز بعد زين ولولي خلاص. نتهم خايس. اوكي 3 2 1 هارت از كامينج. يا ليل. كذا شفت مع تويز. طيب قولوا له كويك اخي، وقتها كنا قايلين قبل التسجيل، نقول في نص التسجيل بيدخل ويقول داش تي بي اكس حمود جيم مود زيرو. اوكي هاي هلو. ايوه يلا اطلع. اوكي جمع ود. اوكي انا راح اجمع ود و يبي نروح الرفين ونشوف ال في مشاكل. سراب لف ذا جيم، فراس لف ذا جيم، هذا تيم كامل طلع ما علي، ما طاف عليهم وقت وايد، في 35 دقيقة وقت يعني كفاية عشان يسوون كل مو بكفاية صدقني. قد لعبنا انا وكم واحد، فهمت؟ واحد اعرفه، انت ما تعرفه طبعا، وفراس وسراب ومدري مين. عموما انه كنا نلعب، فهمت؟ انا طلعت بجيب شجر كين عشان ابي بوك شيلفز عشان اطور. اوكي فهمت؟ اول ما طلعت ما ادري مين خرشني ومت، ذبح لي 35 دقيقة. كانت 35 دقيقة ما حسينا بالوقت، هو يقول لي اطلع شوف كم باقي من الوقت، وانا كنت بجيب شجر كين. انا بخلي الود هني في التشست. شوف راح اشوف البوكسز اللي في الود. لا اصبر شوف انت. اوكي شوف البوكسز وبعدين تعال اهتم بالمزرعة. اوكي انا بسوي لي بيك. الو بسوي لي بيك. احنا لازم كيف نحاول نطور الاشياء، ترى مهمة التطوير. ايه نحتاج لان سبب موتي كم مرة قبل عشان التطوير. اسمع شفت اللي في النص الدايموند اور؟ ايه جواته في تشيست، في سيف دايموند اظن، وفي كم شيء، فهمت؟ فحاول نخطط. عموما انا بنزل الحين تحت بشوف الكيف اللي تحت الربين. اوكي انا راح نسيت اطفي الموبز. نسيت اطفي الموبز او طفيتها ما ادري، انا ما ادري، بس المشكله هذا يقول اطفي الموبز، فاهم؟ هو اي الرولز صح، الرولز انك تطفي الموبز. اي لان يخربون على اللعبه. اي تدري اني في نفس اللعبه اللي خرجت فيها يوم اطلع مت 3 مرات من كريبر. اي كان مشكله. لا الربين اللي تحت كان مليان
موبس مليان اقول لك، فعشان كذا نكبت انا اقول لهم اللي يحسبوني اغش، فهمت اني اموت وارجع. ايه فقلت لهم يعني ما في موبس، ترى لقيت كول ولقيت ايرون. اوكي انا اخذت كل التشست، حصلت الاشياء اللي مفروض اعرفها. اهم يعني. شيء حق الانشانتنج، لان حصلت المره اللي الانشانتنج. فاتت وانا العب ما لقيت. لا حصلت الانشانتنج انا، لا تخاف. عندي انشانتنج تيبل وعندي 5 باتل اوف انشانتنج. لا تستعملها، لا لا استخدمهم مع بعض. واحد بس يستعملها، بعدين بعد ما نجمعهم كله. اوه بغيت اموت. لا لا الحين تموت. ما عندي الا هارت واحد، ما عندي الا هارت واحد. عموما شو اسمه، واحد بس اللي يستعملهم عشان يكون الليفل واحد، فهمت؟ ايه وبعدين بعدين يقسم الليفل مثلا على اثنين وعلى السورس. بس انت مثلا التورشات مو التورشات، الكول وزي كذا كسره عشان تاخذ اكس بي، فهمت كيف؟ اهم شيء انتبه وانت نازل هذا صعب يعني. ولا عندي فكره، شفت بعد ما تاخذ الساند، مو الساند، كل الاغراض اللي فوق وال ويت، تعال هنا جيب الاغراض وتعال هنا. كل شيء تعال هنا، كل شيء تعال، واهم شيء خذ الشجر كين، ترى يهم. شجر كين ليش؟ الشجر كين، في شجر كين. اخذ كل شيء في التشست بعد؟ كل شيء كل شيء. والفتحة حاول انك تسدها، فهمت؟ بشيء ما يلفت الانتباه. لحظة، وين انت، وين حفرت اصلا؟ اوكي. شوف في حفرة. اشوف اسمك من تحت. حصلت حصلت. اخذت شجر كين وباجي. كم شجر كين؟ اعتقد هني ثلاثة في. ترى ما تكفي، احنا نبي بوك شيلز. في بعد في هكا في. الحين معي 10 ايرون ترى. هاي 6 9 9 شجر كين، ما ادري اذا في بعد. في بعد بس الفرنس نص الروفين وفيه الاغراض، فيه ال يبين لنا تشيست بعد. ايه نسوي سيت اب هنا، فهمت؟ وفيه الاغراض وفيه الخرابيط. 6 6 9 قصدي 9 يكفي له. 9 ايش؟ شجر كين. لا ما اعتقد. تسعة البوك شيلف الواحد يحتاج 3 شجر كين صح؟ ولا؟ انت شلون نزلت هني؟ ها؟ شلون نزلت؟ صح صح صح، قبل ما تجي انا طحت. ما مت؟ ما مت الحمد لله، اقول لك باقي لي هارت واحد. بس أوكي. ما طحت على طول في الارض، طحت هنا حافة. عموما جب وود، جب وود معك نسيت. شلت احتاجه. اي شلت 20 بس. اجيب اكثر؟ اجيب اكثر 30 كذا. خذ هاي. معك اكس؟ سوي لك اكس. خذ الود قطيته من فوق. ها راح اجيب زياده. اخي المويه ترفع الضغط. قوم يا خنزير. اوكي الحين كم باقي من الوقت؟ لحظة باقي 29. 20 29 في الوقت يمشي بسرعة. لا زين 29 زين، لازم نشتغل. بس انا ما مدعنا نلعب مرة 6 دقايق. عموما شوف الايرن اللي هذا وسوي لك فيك ايرن وتعال، ترى في تشتات هنا مخفيه. يبقى نسوي كوكت ستون عشان نخفي الحفره. اي سو شوف في البدايه سووها ديرت من فوق، فهمت؟ اي ديرت بس ديرت. بعدين انزل واذا هذا احمر سويت لك كوكت ستون. آه
حاول انك تسوي لك ستبس تنزلك على تحت. بحاول الحين، اصبر خلني اخذ بس شوي خشب زياده. ايش رايك نسوي ابس؟ ها ترابس او الجتش ترابس تي ان تي؟ ترابس تي ان تي اي عندي، عندي 5 تي ان تي. ايه كان في الجست فيها الواير. اي خذيت، خذيت حصلت 26. هاي جيت بوشن انستا هيلث بس بوشن عادي فهمت، واثنين فلاش بوشن ويكنس، واثنين باتل اوف شانتينج، اثنين كاب ويب، وستة فاير تشارج. بس صوتك صار بعيد شوي. ها؟ صوتك صار بعيد مرة ليش؟ كذا؟ كذا كويس؟ صوتك خفيف كلش صار. كذا؟ الحين اوكي. المشكلة خاف صوتي بالريكوردينج حقي يطلع عالي مرة. ايه. فهمت؟ مشكلة. يعني متحيد تسوي تيست ويعني هاي المشكله، انك يبيك تجرب وايد، هاي اللي يملل في التسجيل. فلما تسجل انت بسوي تسجيل كل شيء. انا سجلت حلقه ماينكرافت، ما اريد اشوف اخر حلقه، سجلت الحلقه اللي قبلها وانا ابني، سجلت كل شيء، بعدين طلع ما في صوت و... هذا تدري هذا اللي كرهني بسكايرم. اي وبعدين خلاص الحلقه محيتها. اسمه مره كنت بسجل سكايرم عادي فهمت، وصل نص التسجيل لقيت اني ما شو اسمه حاط ميوت المايك. شوف اكثر شيء ارتفع ضغطي، كرهت سكايرم كلها بكبرها، ما عاد لعبت سكايرم بعدها. كان هذا سبب كره السكايرم. مشكلة اذا قعدنا تحت ما بنعرف كم الوقت. قلت لهم ونسيت اقول لهم شو اسمه، اذا بدا الوقت يكتبون في الشات، اي واحد يدري ان الوقت انتهى يعني. الحين باقي 25. طلعت انا الحين فوق. الحين كم الليفل حقك انت؟ ولا ما سويت ما عندي ولا ليفل. ما سويت كيمينج صح؟ لا الحين ما سويت ماين. عموما انت ساعدني الحين في المايننج عشان نجمع اكثر موارد نقدر عليها في اقل وقت، و اهم شيء الكول، الكول يعطيك اكس بي كثير فهمت، فيفيد. انا الحين ليفل واحد داخل على اثنين. يا اخي توز ما ادري ايش يحس فيه يكتب بالعربي ونضطر نقراها مقلوب. اي أيوة ونقعد نحاول. المشكله ان ماينكرافت لحم ما عدل بالعربي، لازم تحط الباتش. انا كنت حاطه في الكمبيوتر قبلي بس لما اخذت الكمبيوتر ما عدلته. ترى اظن نقدر نعدل عليها، امرها سهل يعني. اعتقد سراب عدل فيها. اي سراب عدل فيها، مسوي لانج شر تقريبا قاعد يسوي تستات عليه. معني تصدق اني حملته وعيه يشتغل معي، ادري ليه. لحظة اسمع صوت احد. انا فوق، انا فوق. اوكي حلو. اني شكيت اسمع صوت احد من الجيران. صوت واحد يسوي بالديرت. بالديرت ايه. اي انا قاعد احاول انزل. مشكلة هنا اذا ما تجيب العيد بقيت اموت. ارجع الفارناس حقنا حبيب قلبي. اوكي عندي فلنتن ستيل ارجالك يعني عشان حصلت دشيت الهاي شو اسمه لاني اشوف اسمك. اي دشيت الحجرة اللي هني في اللي فيها فيها تشست اللي فيها لافا. لا لا فيها تشست هني اللي فيها لافا. رحت الماي. شوف شوف سوي تشست لك هنا وشوف الفرنس اذا تبغى ايرون. سوي تشست لحظة. اوكي
اهم شيء نسوي الانشانتنج اسرع وقت ممكن عشان ما نجيب العيد. زين لاني اكثر مواجهاتي انا خليت كل شيء في التشست لان عندي وايد اشياء، الانفنتوري مالي فول. ايه بس خذ ايرون بيك احب اسوي معك، خذ لك ايرون احتياط معك مود، يعني مثلا اذا كنت في نص المايننج وخلص عليك ال بونس ما نحتاج صدق معنا ايرون كثير. سوينا فول اما، سوينا ايش يسمونه ذا، لا اله الا الله. اوه اتوقع اني عرفت وين مكان هذا اللي فيها. لا والله لا 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 تطيح. ايه اذبح نفسي. في شيء هنا ما اظن في شيء هنا، بس في ارن وفي بضطر اني اخاطر عشان اخذهم. لا صدق خلا هن سلفتهم كل شوي يطلعون. والله كلش ما عندي معلومات عنهم. عادي احنا نستفيد. ايه اطلق شيء كل ما كانوا اقل احنا نستفيد اكثر. لا هم يرجعون يدخلون بس يضيعون وقت فاهم. اخ اخ كنت بطيح. زين وين ما سويت مايننج وين اقدر احصل اشياء؟ لاني اكثرها زربتها. مشكلة البدروك الحين ليفل 3 من المايننج، بس انا عندي تقريبا ليفل 1. حلو. انا بسوي بس بضبط السيت اب حق الانشانتنج. الايرون ما يعطيك شو اسمه؟ لا ولا يعطي الايرون ما اظن ادري، بس بناخذه يلا. الو ايوه ام بيتر. لحظة البوكشيلز 3 بيبر وستة وود ولا العكس؟ ما العكس مو متأكد. تبى اسوي سيرش؟ لحظة ما يحتاج سيرش ياخذ وقت دقيقة. شلون تسويه؟ لحظة لحظة لا بس اوه صح صح انا قاعد اسوي بالبيبر من السباكة اللي فيني، المفروض اسويها بالبوكس. انا اسوي بوك. عرفت ولا اشوف؟ يلا لا خلاص شفتها نسيت بطلت الصفحة. بوكس شلف تسوي ثلاثة بوكس في النص. شلون اسوي البوكس؟ البوكس لحظة دقيقة. البوكس اعتقد ما راح يكفون عندنا يمكن، لان اعتقد البوكا طيب الحين معي 9 بيبرز ليش ما يمديني اسوي بوك؟ اوه لازم لذر عشان اسوي بوك؟ كان لازم نذبح البقر هناك. خلاص اجل اسحب. اعلى ليفل وشو؟ لو كنت ادري كان ذبحت البقر قبل ما انزل. لحظة اعلى ليفل وشو؟ بدون بوكس اعتقد على شيء 5 يمكن 7 صح؟ لا ما ادري 5 او 7 شيء كذي. يقول متى يبدا الوقت يهبل ولا قص لك متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ ينتهي. انت قاعد تسوي مايننج صح؟ انا عندك الحين. حاول انك مثلا تمشي كذا بخط مستقيم يطلع لك شيء زين. نجرب يا اخي مسكين ابو الهرج توز كل شوي يطلع. قبل شوي طلع يمكن 10 دقائق ترى او 5 دقائق وتوز يقول انا عادي بروحي بلعب عادي لحالي. سمع صوت لافا. المشكله حطيت مكانها ايرون اور. اي كفو خلاص كذا كويس. عندنا باكيت اذا تحتاج ترى. عموما وين الباتل اوف انشانتنج في الجستات؟ في الجستات. حلو.
بشوف كم ليفل يجيني. اذا انا اعتقد بسوي لي انشانت بو. كيفك انت؟ معنا ليفل 6 بس. ليفل كم؟ انا تقريبا ليفل عموك ليفل. كم؟ كم مفروض انا ليفل الا ربع. ليفل واحد؟ ليفل واحد بس؟ ما وصلت ليفل ذاك. ارجع سراب ولا؟ يلا. يلا نلعب عشان نستانس احنا. جاتا. بدري يقول لي متى ينتهي سراب؟ شو اسمه؟ ابو الهرج. كاننا ندري الحين. ايش ذرونا؟ شكله برقه فوق واشوف ايش فيه. لا هناك هناك. حاول تكسر كل يعني قدر الامكان عشان يعطيك اكس بي. بروح فوق انا. ايه انا بروح فوق. ما قبل شوي كنت فوق بس بشوف في اشياء افتحها. هني في اظن هنا في شيء. اي لقيت. شنو لقيت؟ كول وايرن كثير ايرن. اي شوف 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 شفت الايرن بالفرنس سوي ارما. اي انكسر البيك بعد تيبل. اها مود. هلا. وينك؟ هني قاعد عندي كول حصلت. شوف حلو. خذ الايرون. شوف بعطيك ايرون حطه في الفرنس. شوف صح عندي استراتيجية حلوة. صار عندي لفلين. شفت الك احح شو ذا؟ شفت الكاب ويب؟ ايه مثلا لو احنا فايت ضد واحد هاك حط الكاب ويب تحته. اوكي. ايه انت معك الحين ولا ما مع الثلاثة؟ طيب هذا قسمها. شنو اللي كاب ويبس؟ لا ما لا لا ما عندي. حط يمكن خلك في الشست ما اعتقد. اذا بدأ الوقت حاول انك تضغط شيفت قدر الامكان. ان شاء الله. هون ما كنا. اوه بغيت اطيح. اوكي صار عندي ليفلين. ما في اي شيء. باقي تعرف باقي انا معي سبعة الحين. باقي هفة واحد اصير ثلاث ليفلات. شوف مهما كان الليفل حاول انك تطور شيء فيه فاهم؟ على الاقل يفيدك لو بشيء بسيط. انا ابي اوصل ثلاثة على الاقل الحين بس ما قادر شوي كل شوي عشان اوصل ثلاثة. انا معي سبعة. عندك اكل؟ لحظة كفي ليفل تحت. لا لا صح صح معي اكل معي. انا معي الحين ليفل 7 بقسمه على 2 3 3 وبسوي ايرون. ولا انت مع كم؟ 3 معك تقريبا 3. اذا في كول اوصل 3 دور كول. ترى اذا لو قدرنا نقتل واحد على الاقل راح نستفيد بنسبه كبيره. اوكي اطور على طول ليفل 6 ولا اقسم اسوي سوردين؟ على راحتك والله. تشوف انت اللي تحس احسن. ثلاثة ثلاثة اما بين اذر بارت حق سبايدرز ايه ما يفيد. بسوي لك سيف بس هالمرة بسوي ليفل 4. مايت ونوك باك ما في فايدة بس النوك باك تفيد. نوك باك يفيد عشان اذا حد جاي لك. وين الايرون؟
اوه لا ورا الايرون جليد. تعطل عندي سو نسيت اخلي فتش. اصلا لحظة عشان بسوي ارمر لي ولك. ارمي علي من فوق اذا انت فوق. ارمي ارمي في الماية راح يجيني. يعني يوم وصلت ابى اجرب. عندي 40 تدري؟ 40 ايش؟ ايرون ار؟ حطه بال. سويت لنا 2 جست بليتس واثنين ليجنجز. يا اخي باقي لي شو اسمه؟ كيف لحظة 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 خلني اخذ الهاي. خذ 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 باخذ شو اسمه الايرون بحصل ليفل. اوكي يس. اي خذ ليفل وحاول تطور اي شيء اي شيء. عندي 3 بطور شو اسمه البو. المهم خذ السمايت. خذ خذ السمايت. انا باخذ سمايت ونوك باك وانا باخذ بين اوف هذر بارتس. طور البو. كنت بسوي انا اي صح. بسوي لنا بوتين. عندك 2 ايرون بس. خذ خذ من الفرنس وعطني. خذ من الفرنس وعطني لاني قاعد اسوي. ارمي لي. اوكي. ليش راح لي؟ احس ان الوقت خلص. حصلت الايرون؟ ليش مو قاعد يجي؟ ما جاني. لازم اتحرك. ارمى. اي لازم اتحرك. حلو. شوف اذا تبي تطور سار تطور او اذا تبي تشيس بليت. او تطور التشيس بليت. طورت البو. حصلت بو باور. باور حلو. بس معك ايرونز. اي عندي 13. صح صح. في واحد فلنت ستيل سوى 2 فلنت ستيل. انت اذا بتحرق العدوك في الجست. هذا خلوه. عندي فلنت. بس احتاج الايرون. سويت 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 سويت. اوكي. سويت بريد. ما حد يدري كم باقي من الوقت تدري؟ ايه كلهم يقولون كم باقي كم باقي. ما حد يعني ما حد راح يطلع. تلقى الوقت خلص اصلا. ايه راح تشيك. وش رايك نطلع؟ نطلع. ها؟ يلا نطلع. يلا خذ الاغراض انت خليها. ايه شنو في بعد اغراض؟ شوف شوف. اخذت انت اخذت الفلنت اند ستيل. ايه اخذت واحد. ايه جنجل وود باخذ نص. انا عندي 30. ريت سما احتاج الفاير شارج. يمديك ترميها بيدك ولا ما يمديك؟ ما ادري. خلينا نجرب. تي ان تي ناخذه. انا باخذ اوكي ثنين. اوكي نتقاسم. خلاص انا اخذت 2. انا اخذت 2 خلاص. اخذت 3 عادي يعني. خذ خذ. البلاش بوش. البريد نص نص. انا باخذ الويكنس. اللي بياخذ البويزن ما راح ياخذ الانستا هيلث. او ياخذ الانستا هيلث ما ياخذ بويزن. اختار بويزن ولا انستا هيلث. انا باخذ انا باخذ ويكنس. تاخذ او انت اخذ الانستا هيلث. انا اخذت الويكنس. انا اخذت ويكنس. انت خذ الويكنس. اوكي بس يا بويزن يا انستا هيلث. خذ انت انستا هيلث. انا باخذ البويزن. صح الباكت لافا. اوكي انا باخذ البويزن تاخذ الانستا هيلث. ها اوكي. هي لافا ناخذها بكيت نحرقهم. لافا تحرق بسرعه. واه خذ اللافا خذها. اوكي بس دقيقه بدور اللافا. هني كان ما في هني. كان هنا. ايوه وصلت لها. ايوه اخذت باكت لافا. في باكت ثاني اذا ما في. في ايرون. سو 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 باكتات. سو باكتات. هي كم واحد؟ سو 3. واحد لي واثنين لك. لسه باقي معك الليفل ولا خلص الليفل؟ باقي عندي ليفل واحد. طور اي شيء اي شيء يفيد. الجولد الجولد انقل. من اللي بياخذها؟ خذ انت. اوكي انت خذ الباكت. جيب لافا وانا بطور. اوكي بطور تشست بليت.
ايه اهم شيء التشست بلاي اقوى، خير يطلع لك بروتكشن ان شاء الله. وانس بروتكشن كويس ترى فيه جد. اوكي جبت الباكيتات. قال لاق سبايك قبل شوي، تخيل شنو حصلت. حصلت بس تصدق ان اي اوكي ها بروجكتال بروتكشن بروجكتال لا بروجكتال ما تفرق. انا ستاند واتش. انا سويت لك ترى اكيد خلص الوقت بي بي. ما 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 راح الفراس. شو اسمه سراب ما راح الفراس. زين خلينا نسأل، خلينا نستفيد منه. سراب هاو ماتش تايم ليفت؟ لا فلاش تي بي سراب لايك 6 مينتس. يلا 6 مينتس باقي. زين ما خلص الوقت يعني ما تأخر. حلو 6 مينتس فنطلع نتجهز. اخذ التي ان تي الحب. اخذت انا اخذت الحب. لا باقي حبه تي ان تي. حلو زين اخذ تستنى ولا نسحب عليه؟ ما نحتاجه. لا ما نحتاج نسوي، ما في وقت نسوي. باقي ارن سو سورت سو سورت 2 1 2 كذا. انا بسوي. انا اخذت انا عندي سكس لا تبي معي انا ما نحتاجه كثير. حط لافا الباكيتات. المشكله التي ان تي ياخذ وقت ايه يعني ولا. يلا طلعنا يلا اوكي. هذا معي 10 فاير شارج. عندي ايش اسوي؟ 10 فاير شارج. نحتاج ديسبنسر. اوه شوف كول فوق. دقيقة دقيقة قول لي هي جوكر. زين وانا بطلع برا. اوكي انت ما سويت له تي بي؟ سويك تي بي يعني العب في ايرون هنا بس خلاص ما نحتاج. اشبعنا. ايه ايرون كفايه انا عندي 11 ما نحتاج اسرع ايرون. أيه بس يعني ك تشست بليدز وذي خربت. ايوه ليفل 1 انا بنزل اطور كذا. انا او كول زياده كفو. جربت ليفل 2 كويس. اذا تطبخ راح تحصل ليفلز. صح زين ان الطبخ يزود ليفل. يعني انزل و تطبخ الايرون. بس بسم الله. اوه وقت تجيب العيد. الحين ليفل. يلا بسم الله بطور التشيست بليت. بروتكشن كفو. يا سلام. زين يلا طلعنا. بس وينك انت؟ لا 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 عادي سوي سبان بسرعة بسوي لك تي في. يضحك. اخ وش كان؟ اروح شوف الاغراض خذها. طيب انا نحقك واتر فليش. ويش اسوي فيه؟ الويكنس. مش باقي اعطيتك السورس حقك. باقي البانت اعتقد. شوفها فوق الفرنس. اوه يا في شيء؟ لا خلاص الكابوي بخل اخليها. كاب ويب و
اوكي يلا طلعنا معك كبستون. لا عندك عطني اصبر وينك. here thank you. تخيل الحين نطلع، اول ما نطلع نخرش واحد يذبحنا، ما ادري احساس بيصير كذا. طب ليش في ود هنا؟ هاي انا كنت فوق هنا الحين عشان اركب. لحظة لحظة بكسر الود. ايش اللي دفني عاد؟ تعال جنبي واكسر البكات اللي كانت جنبي. لحظة وانا ايوه قربت قربت، انا قربت من برا. يا سلام. ايوه طلعت طلعت، ما خلص الوقت، كفو. كم باقي؟ منت ام افت. حلو جهز وضعي بس. اوه الفلنت ستيل حقك وينك؟ اوكي انا هكا طلعت خلاص. يلا طاحت طاحت الجدران. بسرعة 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 بسرعة، خذ خذ البشنات خذ البشنات خذ البشنات. جاي جاي انا بروح التشست اللي هناك. سبلاش بوشر ريجنريشن. سبلاش رح رح سوفت سوفتنس سوفتنس. تعال 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 جنبي نخلي السوفتنس انا معك. يلا يلا لا لا خلا 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 بعدين. وراك 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 الحيوان. ها حطيته بلافا. حطيته في لافا. لا شو ذبحني هو في لافا؟ اخ باخذ الفاشن حقك بيد حلو. قلبي يدق يقول قلبي يقول دق 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 دق. حطيته في لافا شلون ما مات؟ الحين